السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي، مكملين مع بعض شرح Sex Linked Traits، الصفات المرتبطة بالجنس. كنا أخذنا في السيشن اللي قبل كده صفة الآي كولر بتاعة الدروسوفلا إنسكت، واللي درسها مورجان توماس مورجان. فكان في سؤال هنستفتح بيه كده السيشن دلوقتي، بيقول مورجان consider the dark eye color اللون العين في الدروسوفلا انسكت انا sex linked traits. ليه مورجان اعتبر ان صفة لون العين في الدروسوفلا تعتبر من الصفات المرتبطة بالجنس sex linked character او sex linked trait؟ السبب ان هو لاحظ او he noticed ان the quarter of the second generation يعني 25% من الجيل الثاني which carries the recessive character اللي هو اللون الايه الوايت are males يعتبروا بيطلعوا دايما ذكور where the genes of this character are carried on the sex chromosome. وقال ان هذه الصفة محمولة على الكروموسوم X where the sex chromosome Y لان الكروموسوم Y carries few genes. او احنا كنا بنقولها ان يعني في الوضع في الدرس بتاعنا هنا Y ملوش اي صفة في انه يحمل اي صفة من الصفات اللي احنا بندرسها في درس Sex Linked Traits. اللي بيحمل الصفات هنا هو X كروموسوم الكروموسوم X. ده كانت إجابة السؤال بتاع الجيب ليزر. ده ممكن يجي سؤال شوز عادي ايه الاسباب او ليه توماس مورجان اعتقد او thought ان الـ eye color of Drosophila insect is sex linked character. يحط لي اربع اسباب، فالسبب هيكون ايه؟ ان دايما ال 25% بتوع الجيل الثاني اللي هو ربع النسل بتاع الجيل الثاني بيبقى بيحمل الريسيسيف كاركتر بيكون ميلز يكون ذكور. طيب احنا هنا عندنا صفات خاصه بالانسان كنا كاتبينها في البورد بتاعت السيشن الاولاني بتاع Sex Linked Traits، منها كولر بلايندس عمل الوان، هيموفيليا، شورت سايتنس اللي هو قصر النظر، ماسل اتروفي اللي هو ضمور العضلات. احنا هنا نتكلم عن الكولر بلايندس عمل الوان، وعمل الوان يعتبر ريسيسيف جين يعني جين متنحي. ده ديزيز مرض جيناتيك ديزيز مرض وراثي. هيسيكا بتاعنا هنديها الجين اللي بيمثل او ريبريزنت النورمال او الهيلثي جين، الجين السليم، شخص سليم بيحمل سي كابيتال. الشخص المصاب او الديزيز انديفيديوال هيبقى سي سمول. طب انا عندي كام احتمال بالنسبه للفيميل؟ عندي 3 بوسيبيليتيز بالنسبه للفيميل، لان الفيميل عندها 2 اكس كروموسومز، عندها 2 اكس. فاكس سي كابيتال، اكس سي كابيتال هتبقى هيلثي سليمه وكمان بيور نقيه، لان الاثنين اكس شايلين سي كابيتال سي كابيتال، بنقولها كده اكس سي كابيتال اكس سي كابيتال. ايه الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني اكس سي كابيتال اكس سي سمول، دي هيلثي بس كارير يعني حامله للمرض لكنها سليمه هتقدر تفحص. يعني ايه كولر بلايندس؟ يعني ايه عمل الوان؟ عمل الوان جيناتيك كيس حاله وراثيه او جيناتيك ديزيز causes the inability of distinguishing the colors especially the red and the green colors. يعني مرض او حاله وراثيه بتبقى سببها عدم القدره على التمييز ما بين اللونين الاحمر والايه والاخضر. تمام؟ السي سمول بيبقى حامل للمرض، سي كابيتال بيبقى شخص سليم عنده القدره و has ability to differentiate between the red and the green color. طيب الاحتمال الثالث انها تكون مريضه، عشان تبقى مريضه لازم لها كام جين؟ 2 جينز، لان عندها كام اكس؟ 2 اكس كروموسومز، فتبقى اكس سي سمول اكس سي سمول. هنا الميل عنده كام احتمال؟ احتمالين، الاحتمال الاول يكون سليم هيلثي او بنقول عليه هيلثي او اقول عليه نورمال. اكس سي كابيتال واي، واي مش بيتحط عليه حاجه لانه مش شايل لي هذه الصفه، مين اللي هيشيل دايما؟ اكس كروموسوم. الاحتمال الثاني انه يكون مصاب اكس سي سمول واي. يبقى ده ديسيز يعني مصاب بعمى الالوان. المثال الثاني اكزامبل نمبر 2 هيموفيليا، هيموفيليا يعني سيوله الدم. وده برضه ريسيسيف جين، جين متنحي. الاتش كابيتال هتبقى للهيلثي للسليم، اتش سمول للديزيز المصاب او المريض بمرض الهيموفيليا اللي هو سيوله الدم. يعني ايه هيموفيليا؟ هيموفيليا يعني بلاد ليكويديتي،
هي سيوله الدم، وده جيناتيك كيس، حاله وراثيه او جيناتيك ديزيز كوزز بلاد ليكويديتي، بتسبب سيوله الدم. ايه سبب سيوله الدم دي؟ ديو تو ذات لاك اوف سم سبستانسز، نتيجه نقص بعض المواد that are necessary اللي هي ضروريه عشان يحصل blood clotting. blood clotting يعني تجلط الدم، لما الواحد يتجرح ما يفضلش الدم ينزف ولكنه يتوقف، بعد شويه يحصل تجلط للدم. ده الشخص الطبيعي النورمال الهيلثي، لكن الاشخاص اللي بيفضل دمهم ينزف دون توقف بيبقى عندهم مرض اسمه هيموفيليا او بنسميه blood liquidity، وده راجع لايه؟ لنقص او lack of some substances، نقص بعض المواد that are necessary او ضروريه لحدوث او to occur the blood clot اللي هو تجلط الدم، وده يعتبر برضو genetic disease. هنرمز للشخص او ممكن can be symbolized للهيلثي individual بالH capital والديزيز بالH small. تعال بقى نشوف الاحتمالات والpossibilities بتاعت الفيميل، possibilities للايه؟ للميل. الفيميل عندها 2X كروموسومز، فمرة هتكون XH capital XH capital healthy، XH capital XH small healthy لكنها carrier حاملة للمرض لكنها سليمة. المصابة لازم لها كام جين؟ انا بقول ان المرض ده ريسيسيف جين، فعشان يظهر على الفيميل تحتاج الى 2 جينز، تبقى XH small XH small يعني ديزيز كده، تبقى مصابة لانها الجينين اللي عندها الاكس كروموسوم شايلين H small. اما الميل فعنده كام احتمال؟ احتمالين، 2 possibilities بالنسبة للميل لانه عنده X واحدة، X H capital Y healthy، X H small Y diseased يعني مصاب بالهيموفيليا. تمام؟ ده كان ازاي ابتدي احط الاحتمالات بتاعت السكس لينك تريز، وهنشوف في الفيديو اللي جاي ازاي نشتغل مسألة لها علاقة بالسكس لينك تريز.